بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف أقيم مهرجان الفرح النبوي في باحة مجمع مسجد المصطفى بحي البياضة، وتخلله فقرات إنشادية ومسابقات للأطفال وسط أجواء مميزة جمعت عوائل الشهداء والأيتام والأهالي من مختلف أحياء مدينة حمص. تعاد ذكرى المولد النبوي في هذه المدينة الطيبة بحضور جميع الفعاليات الاجتماعية والشعبية وعلى رأسهم شرائح الأيتام في يوم ميلاد اليتيم الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله، وهذه رسالة للعالم أن عودوا إلى السلام الذي نشده الأنبياء ومنهم النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. ينظم مكتب أهل البيت عليهم السلام هذا المهرجان، مهرجان الفرح النبوي في مدينة حمص وفي مدينة دمشق بمناسبة الولادة المباركة لنبي الرحمة والسلام محمد بن عبد الله، يجمع عوائل الأيتام والشهداء في جميع أحياء مدينة حمص في حفل بهيج يتضمن فقرات إنشادية وعروق فنية ومسابقات للأطفال وكلمات من وحي المناسبة تجمع جميع شمل أهالي مدينة حمص. هذه أحياء حمص الآن تجتمع في حي البياضة لتبين أن حبها للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأنها شعوب الرحمة التي تفتح قلبها لبعضها وللعالم كله، إنها قيم الإنسانية، إنها قيم الكرامة. كل عام وأنتم بخير. النبي محمد صلى الله عليه وآله النبي الإنساني والرحمي، وفي مولده حقيقة فرصة للتعايش والإخاء وأظهار المحبة والتعاون في بين أطياف المجتمع السوري جميعا. جايين اليوم كلياتنا لنحيي الذكرى الشريفة، والأجواء كتير حلوة ومبسوطين فيها. نحن فرحانين بهالمولد كتير كتير منيح، وفرحانين ومبسوطين، واليوم عيد مولد النبي وكل عام وانتم بخير. نحن بهذا المهرجان صار مسابقات وفرحنا كتير، وإن شاء الله نلحق كل سنة مدامين خير وسلامة. المهرجان زرع الفرحة في قلوب الأطفال في ذكرى ولادة المصطفى رسول المحبة والسلام، والتي تجمع كل السوريين على قيم المحبة والتسامح. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص.